وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله خالد الشوملي، مدير إدارة المعلومات الإدارية في جهاز الخدمة المدنية. أهلا بك أستاذ عبد الله، ونرحب فيك في نشرة الثالثة. أستاذ عبد الله، يعني لو تطلعنا على التطوير الذي طرأ على خدمات شهادات الرتب والخدمات الإلكترونية لموظفي الجهات الحكومية في الخدمة المدنية. نعم، قام جهاز الخدمة المدنية بالشراكة مع هيئة معلومات الحكومة الإلكترونية وشركة بنفت بتطوير عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بإصدار شهادات الراتب والخدمة والتحقق منها لموظفي الجهات الحكومية بالخدمة المدنية، والمتاحة عبر تطبيق الموظف الحكومي والبوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. هذا التطوير يتيح لموظفي الجهات الحكومية إمكانية تقديم طلبات إصدار الشهادات بأنواعها، مثل طلب إصدار شهادة راتب أساسي، شهادة الخدمة المستمرة، شهادة راتب للسفارات، وشهادة راتب مشروطة للبنوك، وشهادة استمرارية تحويل الراتب للبنوك، والحصول عليها بشكل آني وفوري باللغتين العربية والإنجليزية. واللي إن شاء الله نتأمل أن هذا التطوير سيساهم إن شاء الله بترشيد النفقات الحكومية، بتقليل الاعتماد الورقي في طباعة الشهادات، وكذلك حفظ وقت وجهد الموظفين في الخدمة المدنية. نعم أستاذ عبد الله، يعني ما هي طريقة استصدار هذه الشهادات؟ نعم، مثل ما ذكرنا سابقا، يمكن للموظف تقديم طلب إصدار الشهادات وتحديد نوعها عبر البوابة الوطنية bahrain.bh أو من خلال تطبيق الموظف الحكومي، وكذلك يمكن للجهات الحكومية والسفارات والبنوك التحقق من صحة الشهادات الصادرة واستعراضها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة للQR كود الموجود على النسخة الإلكترونية للشهادة، أو عن طريق خدمة التحقق من صحة الشهادات في البوابة الوطنية، أو خدمة التحقق من صحة الشهادات في نظام شركة بنفت والمقدمة للبنوك عبر إدخال الرقم الشخصي لصاحب الطلب ورقم الشهادة. نعم أستاذ عبد الله خالد الشوملي، مدير إدارة المعلومات الإدارية في جهاز الخدمة المدنية، شكرا جزيلا.